السوق ولا شعري غنجيبكم مويا. دونك الدراري اللي متبعينا في انستغرام درنا واحد بتي سونداج وكلهم بغاو نهار مع فان الحلقه الثانيه تكون بالاسم ال ار ار وما تكونش بالجي 6 ار. دونك دابا غنبدلو لها البنو غنبدلو لها لي بلاكيت نديرو لها واحد لونتروتيان خفيف باش ان شاء الله الامور دوز في امان الله. بيان سور طبيعة الحال السي هشام باش كيجيب لنا الموتور باش كيسلف ليك الموتور كيسلفوا ليك البنو بحال هكا شوف السلوكه خارجين منه. هذا المثال ديال انك البنو خاصك تبدلو قبل ما يبانو فيه السلوكه حيت السلوكه كيولي خطر كبير ودونجي بالنسبه للسائق ديال الدراجه الناريه السريعه. بنو جديد انتي اللي غتسوقي دابا؟ اييه خرجوا من هاد الكريبات كتسرق البعض دابا كتقول يا ربي نكون غير كنحلم كتقول دابا يا ربي نحبس يا ربي نكون وصلنا يا ربي ولاني باقى الميطه الثالثه ريسيتا ايه باي بولا بايديرا venga que las 2 de la tarde ya están aquí.
شعرات ها احساسك ولا شعري شعري تخبل شعرات تخبل ناري ناري voy a la playa había subido la marea eso eso prende de chica se está calmando la 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 chidat طلع لها chidat دابا ميمي انا خصيعش شنو الطرافاي هيا لا عطي يديك تكيلهم صفارو اصلا فقت فيهم اللون ترعب سكينة جيب لها الموية صبيعات رجليك طيب جيب لها الموية نجيب لكم الموية نارو ايناس فاش كتقراي؟ ايش دير؟ دوزيام اني تكنيسيان سبيسيال ديزيام ديكنوستيك الكترونيك دوزيام اني ديكنوستيك فريستير كيقراو معاك بنات؟ لا انا بغيتي لي بنات حلف الله دونك دابا انتي الميتي ديالك اون فوا غادي تسالي زعما في قرايتك شنو شي عقلتي على خويا ريدس اللي كان كبير في الدروس دونك دابا انتي اون فوا غادي تسالي القرايه ديالك شنو هو الميتي اللي نورمالمون الدراري تيكونوا قارين معاك تما كيتخرجوا فيه ميكانيسيان كل واحد وفي تيبغي بيه بحال شنو هما الميتي اللي كاينين؟ كاين دياغنوستيك كاين ميكانيسيان كاين الكتريسيتي ميكانيك كاين بزاف حوايج الصراحه دونك هاد لا بيريود نتوما ما قريتوش بزاف هاد العام نعم فوالا العام اللي فات ما قريناش بزاف تقريبا شحال كتقراو في السيمانه؟ في السيمانه 3 ايام 4 ايام لي زيكزام دابا انت اللي عندك اللي كدوزو فيهم دابا كدوزو امتحانات في شي حوايج اللي ما قريتهمش كاع ما تنقراوش بعدا باش ندوز امتحان ولكن مدوزي لكم امتحانات واخا هكاك عرفتي علاش حيت عاطيين خاصهم يديروا لينا امتحان فهمتي يعني هما كيديروا لك صافي خاصو يشرح ليك بالزربه فهم ولا ما تفهمش شغلك هذاك سير فهم شي بلاصه اخرى يعني خاصو يدير داك الشيء اللي عليه المهم هو تيسيني بان راه داك الموديل سهل فهمو انت ولا ما تفهموش المهم هو غيدوب لك الامتحان براسك ولكن واش كتقراو لا ميكانيك ديال الموطور لا 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 دونك عليها بغيتي دوز معنا ستاج باش تعلمي لا ميكانيك ديال الموطور ودابا تقريبا شي شهر وانتي معانا شنو تعلمتي في هذا الشهر؟ شويه مويان بزاف د الحوايج بلوز او موان الصراحه تعلمت حوايج ما كنتش نعرفهم بطبيعة الحال حتى انا فاش دخلت راه ما كنتش كنعرف حتى شي حاجه شويه كي جاك العالم ديال الموطور؟ زوين بصراحه احسن من ديال الفواتور ياك حتى لا ميكانيك فيه زوينه لا زوينه وخفيفه وحليله فهمتي غير هي شي شويه كومبلكس الموطور خاصك تعطيه وقته خاصك تعطيه شويه ديال الوقت داكشي تيكون متول شنو الحوايج اللي كيخلعوك في الحياه الحياه اون جينيرال بعيد على الموطور بعيد على الميكانيك وبعيد على هادشي كامل اون جينيرال شنو الحوايج اللي كيخلعوك في الحياه حاجه وحده تنخاف منها هي تمشي لك صحتك تمشي واخا يكون عندك فلوس واخا تكون خدام مزيان واخا شحال من حاجه اللي كتمشي لك الصحه ما كتبقى حتى شي حاجه زوينه بحلاوتها دونك الاخوان هنا كندخلوا اللايف ستايل ديالنا شويه ديال القرايه شويه ديال السبور الصالات بيان سور عمركم تهملوا الصالات رضات الوالدين يكونبخي حتى هي والخدمه ويكون عندكم اوبجيكتيف في الحياه حيت اهم حاجه يكون عندك اوبجيكتيف قد ما قريتي قد ما تعلمتي قد ما كتزيد قدام بحال دابا ايناس دابا شحال من واحد معاه في القسم فهمتي ما مدوش ستاج ولا كيمشي يدوز ستاج غير باش يدوز ستاج ما بغيتش يتعلم كيدوز ستاج في خباك غير انا بوحدي كيسنيو ليهم انا بوحدي دابا اللي خارجه ستاج والباقي اما كل شيء قال ستاج تيقول لك شنو ندير بالستاج لما خرجوني شو من ستاج دونك انا شغندير به الاكثريه باغي يشد غير ديبلوم باش ما يدير به والو في الاخر زعما يتسمر عنده باك بلس دو ولا يتسمر عنده ديبلوم راه اخي بحاجه هي تبقى غادي في الحياه ما عندكش هدف واحد الهدف بغيتي توصل ليه اوبجيكتيف غير غادي كتبقى غير غادي فين الله اعلم ولكن مع الاسف كاين بلاد مكشير كتبقى تيدير شي حاجه وما كيبغيهاش غادي في شي حاجه وما مرتاحش فيها على ود الفلوس كتلقى اكثر هي على ود الفلوس هاد الخدمه راه فيها صالير زوين اجي مشي لا وانت راه ما كتبغيهاش القاو بعدا شي حاجه الدراري اللي غتعجبكم وسيروا فيها كما بغات تكون انا بعدا ايناس صدماتني انا النهار الاول جات عندي قالت لي الشريف الشريف قالت لي قالت لي ما تخاف ما تدهش قالت لي انا جيت قلت لها مرحبا هي إيه. تقول لي انا غادي نجي نتعلم معكم لا ميكانيك بقيت كنشوف تنقول تبارك الله ماشي بنت قلال البنات زعما اللي تيكونوا انتريسي بهذا الميتي ديال الميكانيسيان فهمتيني كتقدر تلقاهم في الطوموبيلات ولكن الموطور
جامي في. اتاي عمر نعاود لك واحد حاجه وقعت ليا دابا اول ستاج غنخرج فيه. اول ستاج كان عندي في ايام الباك ديالي دابا يمكن شي عامين ولا ثلاث. اول ستاج كانت خالتي هضرات مع واحد مول الكراج فاش معاها قالت لي راه كاين واحد البنت بغات تجي دوز عندك ستاج وهذا. هي ما قالتش لي فاش مشيت ويدخلني عند البنت اللي في ريسبسيون قال لي ها جلسي. قلت له واخا جلس صحابي غدا غير نجلس بيد ما يجيو الناس تسحبوا الوراق تقط في الوراق صحاب لي داك الشيء. قلت له اسمح لي فين يمكن لي نلبس حوايجي. قال لي نعم. قال لي علاش؟ قلت له جاي ندير ستاج في لاميكانيك. قال لي لا ما يمكنش. قلت له كيفاش ما يمكنش وانا علاش جاي؟ الكراج كامل كانوا فيه 10 اللي خدامين 10 ديال الدراري. من بعد فاش داز شهر ما بقاش يحسبوني بنت معاهم دري معاهم صافي عادي صافي كنضحكوا كاملين كنخدموا كاملين عادي. وان شاء الله فين كتشوفي راسك من هنا 5 سنين 10 سنين؟ شنقول لك اللي يسهل فيها الله اللي جات مرحبا بها تكون شي حاجه مزيانه وزوينه تكون مرتاحه فيها بلوز امبورطون تكون مرتاحه في الحاجه اللي كدير فيها ضروري راه حياتي تبارك الله. واش زعما سانكوراج لي لي في البنات انهم يتلاحوا في شي حاجه بحال هكا لا ميكانيك؟ كنعرف بنات كيديروا الدريفت المهم مقلا شي شويه يكون شي 30 ولا 40 بنت في واحد الجروب 100% بنات ان بيتي كلوب كيخرجوا ان اسوسياسيون كيخرجوا مجموعين كاين بنات معاهم كيقيسوا في لا ميكانيك فهمتيني مي ان بيتي جروب مي الحمد لله. واخا هكاك العقليه في المغرب بدات كتبدل فيزافي البنات بحال مثلا دي ميتي ديال الرجال كيديروهم بنات كاين ما كيرضاش كاين تيقول لك ولا هادشي ديال الرجال نتوما البنات الوغ كتلقى البنات كيخدموا اكثر واكثر. بصراحه البنات كيخدموا بنيت وكيخدموا خدمه متقونه اللي كنفاق وتنقول امتى غير لبس الكومبين هذيك هي احسن حاجه ما كنسخاش نحيدو شي 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 في راسك واحد القضيه اكثر ديال الناس كيبقاو غير تابعين كتسمعوا لونطوراج ديالكم تيقول لكم سيروا ديروا شي حاجه لا انت ما تخدميش تما انت خدمي لك في بنكا ولا ديري الخياطه ولا ديري شي حاجه ولا الكوزينه ما دوك الناس تيقول لك بلاصك في الكوزينه اختي انتي سيري الكوزينه عقليه زوينه فيها الكوبرو باح هذا موت باس خطير هذا تفهموش دابا اه كاع ما تفهمو كاع وسينو كي جاك الكونسيبت ديال نهار مع فان زوين شنو هما الحوايج زعما اللي عجبوك؟ بحال مثلا كاين اللي عمرو ركب على موطور دونك ايناس ديجا راكبة على موطور و جونغ واخا هكاك درنا معها دو باغتي بخوميييغ باغتي مشينا بشويه في الطريق وهذا وهذا المهم باش قالت لي باش ربحت معنا كريبا موراها قالت لي راني كنصوص بلوتو راني فايت ركبت موطور وما كنخافش بزاف كنخاف زعما غير من الله يحفظ لا تكون شي اكسيدون ولا شي حاجه قلت لها صافي واخا قلت لها ندوزو ستاج ثاني دونك دابا انت غادي نطلعوك النيفو الثالث الكابراج لا 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 الكابراج وانت هلا ما بغيتيش انا الهدف ديالي خاصني نخلعك في شي حاجه يعني لما تخلعتيش ليا معليش الفضل بغيتيني تسمعني تنغوت خاصني نسمع الصوت ديالك ورا الكاسك ديالي قولي لي قبيله نغوت لا راه صعيبه غير البديه فاش في اي حاجه في الكونسيبت في اي حاجه حتى في السوق حتى في الادرينالين حتى في الخدمه حتى في الحياه في كل شيء بصح بصح ولكن بنادم كيخاف يدير داك العفطه الاولى العفطه الاولى بنادم كيقول لك لا اتونسيون اي حاجه اي حاجه بصراحه كيخاف كي شوف المشكله الدراري علاش علاش انا كنشجع اي واحد يدير البرومي با في اي حاجه بغا علاش حيت صافا موتيفي واخا كاع تفشل فيها ماشي مشكل مشكل بلاك راه نهائيا ولكن ما تخافوش بنادم زعما يقول اه راه دار ما طنفو شحال من حاجه انا درتها فشلت فيها واخا بنادم كيضحك عادي حياتك هذيك ابخي حتى درتي شي حاجه وما صدقاتش ما غتندمش عليها ما تندمش عليها ما درتيهاش بالعكس غتقول او موان درتها واخا ما صدقاتش درتها وما كتبتهاش كما قلت لكم في الفيديو ديال الموتيفاسيون اللي كتحت لكم بلاد ما يبقى كيهضر كيهضر سواء نتوما عايشين كيهضر واخا تموتوا بلاد ما يبقى باقي كيهضر دونك ما دويش على هذا دونك فوالا الاخوان كانت معنا ايناس اليوم تبارك الله على ايناس لقباليكم لقباليكم وفي لوطوروت وفي الطريق في شي كريبا ان شاء الله ولا شي قهوه ولا شي عصير نعرضوا عليكم شي عصير ان شاء الله تخافوش وتبارك الله عليكم نايس.